حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من بلغراد سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. أهلا بك إلى نشرة الثالثة. إذن هو اليوم الثاني لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي 41%. ما هي الموضوعات التي تم التطرق إليها من قبل وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين؟ مرحبا فيك. اليوم احنا شارك الوفد طبعا باعمال الجمعيه العامه، ومعالي رئيسه مجلس النواب القت كلمه مملكه البحرين، وايضا استعرض نائب رئيس الوفد جمال فخر المبادره اللي قامت بها مملكه البحرين للاحتفاء بالذكرى 130 على تاسيس الاتحاد البرلماني الدولي. وكانت طبعا مملكه البحرين الدوله العربيه الوحيده اللي احتفلت بهاي الذكرى مع 6 برلمانات دوليه من مجموع 179 برلمان. وهذه طبعا الاحتفاء والمشاركه يعني لقت استحسان من البرلمان الدولي. واحنا اليوم الوفد ككل شارك في عده فعاليات، منها طبعا منتدى حكومه الانترنت، وبيشارك اليوم الظهر باقي الوفد في اجتماع اللجنة الأولى واللي راح تناقش موضوع عالم خالي من الأسلحة النووية وتجريم غسيل الأموال، وأيضا فعالية تتعلق بقانون الطفل واللي راح يسلط الوفد الضوء على الإنجازات اللي حققتها مملكة البحرين فيما يتعلق بالطفل وقانون الطفل والتشريعات اللي أقرتها السلطة التشريعية فيما يتعلق بحماية الطفل. وبالإضافة غدا سيشهد يعني حدث جدا مهم لمملكة البحرين راح يضاف إلى الإنجازات اللي حققتها مملكة البحرين في المحافل الدولية، ومنها هذا المحفل الدولي المهم اللي هو اتحاد البرلماني الدولي، حيث تم اختيار معالي رئيسة النواب لتكون نائب رئيس الجمعية العامة 141. وإحنا طبعا إن شاء الله يعني راح تستمر المشاركات في هاي الفعاليات بالنسبة للوفد البحريني بشكل فاعل إن شاء الله. نعم، من بلغراد سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.